السلام عليكم، ايش لكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد من لعبة فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك، مشاهدة ممتعة. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم، ايش لكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. المعنويات شلون هي اخوان؟ قبل ان نبدا بالفيديو، مثل ما تشوفون الحروب بعدها 22 ساعة يا اخوان. لا اسولف لكم لا اسولفوا لي، لازم كل شخص بالكلان يجمع 50 نقطة، 50 نقطة الى 40. هذا شكر خاص الى الاعضاء المساهمين برف الكلان، ابطال كلها الف والاف، يعني هو قليل بس يعني الحمد لله. المهم يا اخوان، حروب الكلانات بعد 22 ساعه، يعني باكر الساعه 1 مساء او 1 ظهرا بتوقيت العراق. اتمنى الجميع يلعب، واللي ما راح يشارك وما يجمع 50 الى 40 نقطه راح ينطرد. اسف يا اخوان. يا اخوان ننتقل لكم الى فكره مقطع اليوم، ننتقل الى الحظ او يعني مكان القسم المهم يعني يا اخوان هو هذا. نجي يا اخوان راح نحرق لكم يعني هاي الحظ الملكي، شو اسمها؟ قم باضافة الحار الى لسانك. ما ادري، المهم يعني يا اخوان هو احنا راح نحرق هذا ونبدي باول 10 لفات بحظ اللي يحطون لايك. يلا يا اخوان، لا بحظ اللي يحطون اشتراك، خلينا نشوف حط الاشتراك، يعني حطوا اشتراك يا اخوان. اكيد ما طلعنا شيء هسه هنا عندنا بحظ اللي يحطون لايك. يلا يا اخوان خلينا نشوف الحظ، خلينا نشوف الحظ هنا. ما شاء الله ما شاء الله يا الله، ايضا كل شيء ماكو، مو ايضا ماكو شيء. بحظ يا اخوان اللي يحطون تعليق، خلينا نشوف شو يطلع لنا. بحظ ذولا الاشخاص اللي يكتبون تعليق جميل مثل هم يا ابطال. خلينا نشوف ايضا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. اسف. نجي يا اخوان حاليا خلينا نصرف ذني التسعه، عندنا 9 بس شوي الانترنت. يا الله يا الله يا اخوان، حطوا لايك واشتراك على ما يرجعنا الانترنت، على ما يرجعنا الانترنت حطوا لنا. يا الله كفو، واحد دور الثاني سريعات. هسه الحظ يا اخوان ارتفع فراح يطلع لنا، راح يطلع لنا اكيد الحظ صار كلش عالي. هسه الحظ 178، ارجع حظ 10 168، هسه 178. هسه نجي يا الله يا الله يا الله، ايضا كلش ماكو. بس ثواني، هو لونه شو اسمه، ذهب بنفسجي، يعني مو ذهبي. هسه يا الله نظل يعني نحاول هسه حاليا بحظ انا، خلينا نشوف ايضا كل شيء ما طلع عنه. لا الله 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 الله، ابطال طلع بحظ، يعني كفو 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 كفو. اوف شلون ناخذ له صوره، هيك صوره هيك سكرين شوت. يلا سكرين شوت، اها هسه بطل الطيحه حسنا انفتح اكيد. لا يا اخوان اكمل حرق او لا، عندي اريد اطلع هاي السكنات، ما اعرف اكمل حرق. خل اصرف لي اذن ال 10000، هسه انا عندي 60000، خل اصرف 10000، يعني 3 لفات. يا الله جبت هذا 3 ايام، اريد اجيب هندامات يعني يا اخوان، يعني شويه هاي خاف سكنات تصير بالمستقبل يعني مميزه او الها يعني ثمن. المهم يا اخوان هي هاي الكلام. شنو هاي؟ هم الحذاء، هاي مرتين طلعت الحذاء. كفو انا هم احتاج هذين البطاقات الحمر. ثواني طلعنا الاي كي، كفو خلينا صرفنا بعد 3300 وكافي. هسه حاليا نروح للاسلحه نشوف اذا ايش كثر صار عندنا. عند هذا الاي كي صار 3 ايام ومده مالته 33. الشوتقن عنده ايضا 33، والمسدسات شنو المسدسات 3 ايام ب 51. كفو هذا المسدس راح اخذه. فماس عندنا فماس 33، يعني سالفه مطوله. نجي الى مهام التصريح، حصلنا على هاي، خلي اشوف ايش كثر الطين. هاي 4 ليفلات، كفو 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 كفو. ننتقل الى هذا القسم وصار عندنا ليفل 46، 96 العفو 96. ما شاء الله ما شاء الله ابطال. يا اخوان ترقبونا بالفيديو الجديد، راح نحرق لكم البويباس ونشحنه بعون الله. هسه نجي يا اخوان، خاف نطول عليكم، ما اريد نطول عليكم بالفيديو. نجي نشوف هيك، ما عندنا اي شيء، شيء على شيء ما عندنا شيء. وافتح، ومثل ما تشوفون حصلنا على السكين كامل. أنا اللبسة لكم، ثواني يعني نعمة شلون سكنات محصلين ما شاء الله. هذا ونحط قناعنا وين قناعنا، يعني هو يرهم. اوقفوا لي، يعني يجي منه. اوقف انا اثرت بس ثواني. الطينة هاي، الله البجامة راهمة، البجامة راهمة. ايش ناخذ ايش ناخذ ناخذ هاي او هاي. يرهم هيك، يرهم حلو. يعني يا اخوان يعني مقبول يعني السكين، هو دائما رويال يعني ما تريدونه شو يصير لكم. فيعني يا اخوان ان شاء الله شرحنا لكم كل شيء وحرقنا معكم شو اسمه اللي يسمونه هو العجله.
يعني يا اخوان الجميع عاد يشارك بحروب الكلانات، وما اعرف يا اخوان ليش اخر فيديو ما جاب عدد مشاهدات هواي، ما ادري. اتمنى يا اخوان ادعموني على مود استمر وياكم. في اخوان هنا وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسوني لايك والاشتراك. نلتقيكم بفيديو جديد. نختم الفيديو بصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. مع السلامه.